يا هلا فيكم من جديد، نتابع نحن وياكم فقرات يا هلا بالعرفج مع عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج. دكتور ايش في، في احد مزعل؟ لا ابدا والله، كيف ازعل وانا هنا؟ بس بسرعه لان عندي طياره والله. صرنا نتغلى على المحبين، صرنا نمن بالوقت. لا والله بس الوقت كالسيف، ان لم تقطعه قطعك. وانا مستعجل والله. عجلوا علي يعني؟ طيب يا شباب عجوا على الدكتور. خلونا نشوف مقاطع الفيديوهات. اول مقطع نشوفه سوا. واحد انت منكم واحد واحد. الله يطعن عين هذا الراس. تعال دش دش بالعافية. دش يلا الله يطعني. أيوة صغير ما شاء الله تبارك الله. طبعا كلام كثير بعدين نخلي في حلقة قادمة عن جملة الله يطعني، لكن أول شيء أشكر الصديق اللي رسل لنا هذا خاص لي أهلا بالعرفج سجلوه. أنا مبسوط أنه في بناء علاقة جيدة مع الحيوانات من خلال الأطفال، وأنهم الخبزة ويعطيهم الخبز وفرحان. لكن أنا بس لي اعتراض بسيط على الولد أنه واقف على طرف السور هذا، فأخشى أنه يطيح وبعدين بدل ما يكره حيوانات تصير الناس يعالجون صعبة. صحيح، لكنها حلوة خفة الظل عند الطفل وروح وحب الحيوان يعني. هذا رسالتي في الحياة، أن أسوي تطبيع بين الإنسان والحيوان. هذا كان بقر اللي يعطيهم الخبز. طيب نروح نشوف المقطع الثاني. تصدقون أن هذا حطب؟ هذا حطب حثالة الزيتون، معصرة الزيتون الحين استفادوا منها، يولعون النار 100%، كيس كامل ب10 ريالات. والله ما ادري كم به قطعة. من غير هذولا 6 7 8 9 10 11 12. يقولك النار من شبابها ما ادري يعني. اوقد النار. يوم كنت في اسبانيا في هذا الصيف يا ابو سلمان، كنت اكل زيتون، احب الزيتون كثير انا وامي الله يحفظها. فكان يقول لي الحب هذا لا ترمين ابغاه، وفعلا جمعه. فسالته ليش؟ قال حنا نستفيد منه وقود، يعني دخل كبير لاسبانيا من حبه زيتون. هنا السؤال الكبير، انه عندنا حنا نفايات وعندنا اشياء كثيره ما نستفيد منها. شوف الان الفحم هذا فعلا ورد في القران الكريم شيء من هالقبيل، انه شجره الزيتون هذه مباركه وانها ايضا مضيئه وانها ايضا تصلح وقود. أنا أتمنى أن نستفيد، بس الرسالة من هنا أتمنى أن نستفيد من أشياء كثير، سواء على الورق، حب الزيتون، مدري إيه، الحديد، أشياء كثيرة ما نستفيد، مع أنه النفايات في بلدان العالم تدخل ملايين، حنا إلى الآن ما استفدنا. جميل جميل.